كل خير نشرة السابع والنصف من قناة رؤية أهلا بكم والبداية مع أبرز العناوين دائرة قاضي القضاء تتحرى هلال الشهر الفضيل لإعلان غرة رمضان تأكيدات حكومية على استقرار أسعار الخضار خلال شهر رمضان المبارك أذنيبات يؤكد أنه لا يمكن تحديد مدى تناسب أسئلة الإنجليزي مع مستويات الطلبة إلا بعد إتمام التصحيح وصول وفد جماعة الحوثي وأنصار صالح إلى جنيف للمشاركة في المباحثات لإيجاد حل للأزمة اليمنية وزير الطاقة يؤكد أن الحكومة ملتزمة بإجراء دراسة حول أي تشوهات في التعرفة الكهربائية خلال العام 2017 أهلا بكم إلى التفاصيل يقام في هذه الأثناء في الساحة السماوية لدائرة قاضي القضاء احتفال ديني كبير لتحري هلال شهر رمضان المبارك للإعلان عن بداية شهر الصيام إحياء للسنة النبوية واقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وننتقل الآن في بث حي ومباشر من دائرة قاضي القضاء مع مراسلنا هناك يوسف البستنجي وهي... وجميع الهيئات والذوات وكل منهم باسمه بالذات من مختصين في الفلك وغيرهم اتحدث اليكم الان في هذه الجله الكريمه والنخبه الجليله من العلماء الاجلاء وفي مقدمتهم صاحب السماحة الأستاذ الدكتور عبد الكريم الخصاونة المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية وأخي صاحب المعالي الأستاذ الدكتور هايل عبد الحفيظ داوود وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أتحدث إليكم ونحن نتفيا رحاب شهر كريم عظيم نعيش نفحاته ونسائمه بمشيئه الله تبارك وتعالى يوم الخميس القادم اي انه يوم غد سيكون اليوم المتمم لشهر شعبان ويكون بمشيئه الله تعالى يوم الخميس هو اليوم الاول من شهر رمضان شهر انني اعلن ذلك متوكلا عليه ومعتمدا على رب البرايا وخالق الارض والسماوات العلى مؤكدا ان ولي الامر لا بد ان يعلن بين الناس صياما او افطارا اتماما او عيدا ونحمد الله عز وجل اننا نلتزم بسنه الرسول المصطفى عليه الصلاه والسلام التي امرتنا بقوله عليه الصلاه والتسليم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته واحتكاما لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم وانني بهذه المناسبه هذا واعلنت كل من المملكه العربيه السعوديه والامارات وماليزيا واندونيسيا ومصر ايضا واستراليا ان غدا الاربعاء هو متمم شهر شعبان وان الخميس هو اول ايام شهر رمضان المبارك كل عام وانتم بالف خير. كل عام وانتم بالف خير ونتابع في سياق النشره زار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور اليوم السوق المركزيه للخضار والفواكه في عمان بهدف الاطلاع على كافه الاجراءات والتحضيرات التي تتخذها مختلف الجهات استعدادا لشهر رمضان المبارك من حيث توافر السلع والمواد الغذائيه والاساسيه بكميات كافيه وباسعار مناسبة وأكد انصور خلال لقائه مجلس إدارة السوق المركزي بحضور كل من وزراء الزراعة والبلدية والصناعة والتجارة والتموين أكد أن الإجراءات التي اتخذتها جميع الجهات المعنية أسهمت في إحداث التوازن المطلوب في الأسواق من جهته أكد أمين عمان الكبرى رئيس لجنة إدارة السوق المركزي عاقل بلتاجي أن الأمانة عملت على إقامة أسواق شعبية في مناطق مختلفة من العاصمة الأمر الذي من شأنه التسهيل على المواطنين خلال الشهر الفضيل مع التركيز على ضمان الجوده وسلامه المنتج. وزير الزراعه الدكتور عاكف الزعبي بين ان جميع المنتجات الزراعيه خلال العام الحالي ستكون متوفره وباسعار مستقره لافتا الى ان ما يميز الاردن هو وجود ثلاثه مناخات وفترات للانتاج ما يعزز تكاملية الزراعيه. كانت اليوم زياره دوله رئيس الوزراء الى السوق المركزي للاطلاع على استعدادات أمانة عمان والسوق المركزي لشهر رمضان المبارك كما تم الحديث عن بعض القضايا التي تخص قطاع القطاع الزراعي كمشكلة التصدير مشكلة التصدير بعاني منها القطاع اللي نقص كبير في عدد البرادات وبالتالي هذا النقص يؤثر على المصدر من حيث ارتفاع أسعار النقل وكذلك يؤثر على المزارع ان عدم توفر النقل يؤدي الى انخفاض اسعار الخضار والفواكه داخل السوق المحلي صدرت الاراده الملكيه الساميه اليوم بتعيين صاحب السمو الملكي الامير علي بن الحسين رئيسا للمركز الوطني للامن واداره الازمات يذكر ان المركز الوطني للامن واداره الازمات انشئ بتوجيه ملكي سام بهدف ايجاد جهه وطنيه متخصصه في حسن اداره الازمات والكوارث سواء الطبيعيه او غيرها وضمان اعلى درجات التنسيق بين جميع الجهات و... هل... ايضا ضمن هذا الخبر تتابعون ان مؤسسات الدوله المعنيه قامت بتوحيد جهودها ضمن هذه المبادره نتابع في سياق النشرة أحبطت قوات حرس الحدود اليوم محاولة تسلل أو تسلل أحد الأشخاص من الأراضي السورية باتجاه المملكة وقال المصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الجيش الأردني الجيش العربي إنه في تمام الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم شاهدت المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود شخصا حاول اجتياز الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بقصد التسلل وعلى وعلى اثر ذلك تعاملت قوات حرس الحدود مع الموقف وطبقت قواعد الاشتباك المتبعه في مثل هذه الحالات ما ادى الى مقتل المتسلل قال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد النبات إنه لا يمكن تحديد مدى تناسب أسئلة المستوى الرابع لمبحث اللغة الإنجليزية مع مستويات طلبات الثانوية العامة إلا بعد تصحيح كامل لأسئلة الامتحان من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد أن الوزارة سجلت في اليوم الأول للامتحان 73 مخالفة واتخذت حيالها الإجراءات المناسبة وفق نوعيتها الأمر الذي يشير إلى انخفاضٍ واضحٍ وملموسٍ في حجمِ المخالفاتِ مقارنةً بالدوراتِ السابقةِ، مزيدٌ من التفاصيلِ في هذا التقريرِ يعني ردا على تصريحات الطلاب ونقابة المعلمين حول امتحان اللغة الإنجليزية المستوى الرابع الذي عقد يوم أمس عقب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد النبات بأن الوزارة ستتخذ إجراءات في حال تبين أن الأسئلة من خارج المنهج أو من موقع أجنبي حسب ادعاء البعض وسيصوب الخطأ وسيكون هناك إجراءات ترضي الطلبة الطلبة من مختلف مدارس المملكة اشتكوا من صعوبة الامتحان مقارنه بامتحان اللغه الانجليزيه المستوى الثالث الذي عقد صباح اليوم والذي بدا سهلا لهم امتحان امبارح ما كان امتحان يعني ابدا ما عرفت احل ما عندكم درس كثير منيح بس ما عرفت احل امتحان اليوم ما كنتش درس كثير منيح بس عرفت احل امبارح يعني كثير صعب كثير يعني ما عرفنا نحل ابدا بس اليوم كثير سهل كان منيح الامتحان امتحان امبارح اول شيء هو امبارح يعني امتحان كثير صعب تمام إيه بس اذا كنت يعني دارس الكتاب كامل بتقدر تنجح فيه ما بقول لك تقدر تجيب علامه تقدر تنجح فيه يعني انا يعني تحت علامه النجاح علامتين انا جبت تمام اما امتحان اليوم بجيب فوق الأربعين وهاجم الدكتور ذنبات تصريح نقابة المعلمين الذي جاء فيه أن نسبة النجاح لن تصل إلى 50% مبينا أن حكم النقابة مسبق دون أي إحصائيات علمية ويجب الانتظار إلى حين الانتهاء من عملية التصليح تصريحات جاءت ردا على شكاوى الطلاب وتوجه الرأي العام نحو صعوبة الامتحان الأول من امتحانات الثانوية العامة حمز الشوابكي رؤيا أقر مجلس النواب اليوم مشروع القانون المعدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لعام 2015 بعد أن أدخل عدة تعديلات عليه وجاءت التعديلات على القانون حسب المجلس للارتقاء بمهنه طب الاسنان ولتطوير عمل النقابه، حيث نص القانون لهذه الغايه على تشكيل هيئه مركزيه داخل النقابه لها صلاحيات واختصاصات محدده هدفها الارتقاء بالمهنه، كما تضمنت نصوص القانون الجديد مواد تتيح للنقابه انشاء صناديق ماليه واستثماريه واجتماعيه لخدمه اعضائها. وقع ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري اتفاقية خطة العمل الثنائية للعامين 2015-2016 بهدف توسيع أطر التعاون بين البلدين في مجال الإدارة والخدمة المدنية وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف لهماسات أن توقيع الاتفاقية المذكورة يهدف إلى تبادل التعاون والخبرات في مجال الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام كما أضاف الهمسات أن الخطة تتضمن أنشطة لتبادل الخبرات بين جهازي البلدين في مجال تدريب وتأهيل الموظفين وتبادل الخبرات وتنظيم الندوات وإعداد دراسات المتخصصة وتبادل الوثائق جهاز بناء على اتفاقية عام 2006 هذه الاتفاقية التي وقعت بين الحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة في التعاون في مجال الإدارة ومجال الخدمة المدنية وبناء على قرار اللجنة العليا التي عقدت في عمان من 24 إلى 27 خمسة 2015 والتي جاء في البند 29 منها بضرورة تفعيل اتفاقية التعاون في مجال الإدارة ومجال الخدمة المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، يأتي هذا آه هذا آه هذه الزيارة للوفد آه من جمهورية مصر العربية برئاسة آه رئيس الجهاز المركزي في آه الجمهورية العربية الشقيقة وتم آه توقيع هذا الاتفاق الثنائي على برنامج عمل لل2015 2016 شيع عدد من أبناء مدينة معان ثلاثة أشقاء قتل اثنان منهم خلال مداهمة أمنية فجر أمس والآخر قتل في مداهمة قبل عام ونصف العام ورفض ذوه استلام جثته طوال هذه الفترة وشهدت مدينة معان بعد دفن الأشقاء الثلاثة أعمال شغب محدودة حيث قام العشرات من الشبان الغاضبين بإغلاق بعض الطرق بالحجارة والحاويات وقاموا بإشعال النيران في المباني فيما أغلقت أو أغلقت بعض المحال التجارية وأغلقت بعض المحال التجارية أبوابها خشية تعرضها للتخريب قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتعمل على السيطرة على الأحداث وكان مطلوبان قتلا وأصيب رجل درك إثر اشتباك بالأسلحة النارية فجر أمس الاثنين خلال مداهمة نفذتها قوة أمنية مشتركة في محيط حي القناطر بمدينة معان وكان مصدر أمني قال لرؤيا أن القوة الأمنية اضطرت الى الرد على إطلاق كثيف للنار تعرضت له خلال مداهمتها الحي الذي كان يتواجد فيه ثلاثة أشقاء مطلوبين للأجهزة الأمنية وتمكن المطلوب الثالث من الفرار إلى مكان مجهول أنهت المحل التجارية إضرابها اليوم في وادي موسى مركز لواء البتراء بعد يومين من الإضراب وذلك على خلفية قرار الحجز التحفظي على بعض التجار في قضية ما يعرف بالبيع الآجل وقال رئيس سلطة إقليم البتراء الدكتور محمد النواف إن الأمور تسير بشكل اعتيادي إلا أن هناك قلة لا تذكر من المحلات التجارية ما زالت مغلقة إلى ذلك تجمع عدد من المواطنين في أحد مقرات العشائر في وادي موسى لتباحث في كيفية إدارة أزمة البيع الاجل، واتفقوا على ان يتم توحيد الصفحات الاخباريه الخاصه في وادي موسى على شبكات التواصل الاجتماعي والسير في احصاء المبالغ المستحقه للمواطنين على التجار لغايه ايجاد قاعده بيانات سليمه. الواضح انه اليوم حياه طبيعيه تعود الحياه الى مجراها الطبيعي في لواء البتراء. وبوجه رسالة شكر لأبناء اللواء اللي متفهمين لهذا الوضع متفهمين أن الأمر لابد أن ترجع الأمور إلى نصابها الطبيعي وبطمن المواطنين الدولة تعكف على حل هذه المشكلة ومش من جهد جهد الحقيقة تقوم دائرة الأرض حاليا بإعداد كشوفات وتقدير قيمة الأموال غير المنقولة بناء على كتاب عطوفة مدة عام هيئة مكافحة الفساد الدائرة تعمل على قدم وساق لإعداد هذه الكشوفات سوف ينتهي إن شاء الله العمل قريبا على إعداد كافة بيانات وقيم الأراضي والعقارات فيما يخص الأشخاص المحجوز عليهم لغايات قضية بيع الأجل ونطلب من الحكومة فك الحجز التحفظي على التجار وكذلك بنطلب من اخواننا التجار انهم يعلمون من هم اصحاب المصاري اللي بدعموهم حتى انه نفك هذه المشكله وهذه المحنه اللي واقعه في وادي موسى وفي الجنوب بشكل عام. اطلقت حمله مع النصل التي تعنى بايجاد نقل عام منظم وامن دراسه هي الاولى من نوعها في الاردن تتحدث عن واقع النقل العام من وجهه نظر المستخدم وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات البيئية وبحضورة وزيرة النقل لينا شبيب ومندوب عن امين عمان وعدد من النواب. وقال مدير مركز الدراسات البيئية والعضو المؤسس بالحملة الدكتور محمد الاسد ان هذه الدراسة ركزت على تجربة المستخدم في التعامل مع وسائل النقل العام بهدف رفض الحوار القائم حول موضوع النقل العام وقضية توفير نقل منظم وامن وايصال صوت المستخدم بهذا الخصوص. يذكر ان حملة مع النصل هي حملة شعبية أطلقها ناشطون وناشطات من خلال منصة تقدم للتغيير المجتمعي عام 2014 للمطالبة بتحسين فوري للنقل العام المشكلة موجودة عدد لا بأس من الاستبيانات اللي تمت عن النقل العام أي مشروع بتحكي فيه بحتاج وقت لا ينضج ولا يتطور بحيث أنه لما تبدأ تنفذه ما يكون في مشاكل رئيسية فالحمد لله يعني إحنا هلأ في مرحلة متقدمة تم تطوير تشريعات سواء كانت على مستوى تعليمات أو أنظمة في لتحسين منظومة النقل العام قانون النقل العام مسودته اللي موجودة في مجلس النواب بصيغته الحالية يعني في تطور ونقل نوعية في التشريع اللي بتخدم بشكل أساسي قطاع النقل بحيث أنه إن شاء الله يكون قطاع يخدم المواطن ويحس المواطن أنه في نقل إن شاء الله نوعية فعالية اليوم هي هدفها اطلاق دراسه اشتغلنا عليها لانه احنا كحمله توعويه كحمله بتقترح حلول لازم نشتغل على اساس علمي على اساس مبني على دراسات فشفنا انه الدراسات اللي بتشخص الواقع وبتشخص المشكله اليوم دراسات قديمه وما بتعنى بشكل مباشر بالمستخدم فاحنا ارتقينا انه نتشارك مع مركز دراسات البيئه المبنيه لاجراء دراسه ميدانيه على عدد من المستخدمين وعدد من الخطوط لتشخيص واقع قطاع النقل العام أهلا وسهلا بكم من جديد وصل وفد جماعة الحوثي وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلى جنيف اليوم للمشاركة في اليوم الثاني من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بعد أن كان مقررا أن يشارك الوفد في انطلاق المباحثات التي افتتحها الأمين العام للأمم المتحدة بان يوم أمس هذا وكان بان كيمون دعا بحضور الوفد الحكومي اليمني إلى وقف إطلاق النار بمناسبة بدء شهر رمضان على أن تستمر لأسبوعين على الأقل للسماح بدخول كل الامدادات الاساسيه ومن المفترض أن ينضم وفد المتمردين اليوم إلى المحادثات إلا أنه بسبب المواقف المتباعدة بين الطرفين فضلت الأمم المتحدة إجراء مشاورات مع كل طرف على حدة بشكل أولي هذا واستبعد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين عبد الله احتمال التوصل قريبا لوقف لإطلاق النار مؤكدا أن استمرار الميليشيات المتمردة حسب وصفه باحتلال اليمن ومواصلة قتل الأبرياء سيعيقان هذه الجهود اكد تنظيم القاعده في جزيره العرب اليوم مقتل قائده ناصر الوحيش في غاره امريكيه معلنا تنصيب قاسم الريمي قائدا جديدا له بحسب بيان مصور للتنظيم ونقلت صحفي صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين القول أن طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت الوحيش الأسبوع الماضي ولكن دون أن يتأكد مقتله إلى ذلك شنت اللجان الشعبية في اليمن هجوما على مواقع للمتمردين الحوثيين في مدينة تعز كما شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على منطقة الحرير والمجلية والحبان في تعز استهدفت الغارات أيضا مطار عتق العسكري بمحافظة أفادت مصادر يمنية بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين جراء غارات على مواقع في محافظة مارب فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ننعى إلى أمتنا المسلمة الشيخ الأمير القائد الزاهد أبا بصير سيطرت وحدات حمايه الشعب الكرديه بدعم جوي من قوات التحالف الدولي على معظم بلده تل ابيض السوريه على الحدود مع تركيا، واجبرت مقاتلي عصابه داعش على التراجع الى مركزهم الرئيسي في مدينه الرقه او تسليم انفسهم للجيش التركي. هذا واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان عددا من مقاتلي داعش وحلفائهم من القبائل العربيه ما زالوا موجودين في بضعه جيوب داخل البلده الاستراتيجيه الواقعه. على الحدود التركية وبحسب المرصد أيضا قتل ما لا يقل عن أربعين من مسلحي العصابة لدى محاولتهم الفرار من تل أبيض إلى بلدة عين عيسى المجاورة والواقعة, والواقعة شمال غرب مدينة الرقة وكان المقاتلون الأكراد سيطروا على المعبر الحدودي بين مدينة أقجى قلعة تركية وأجزاء واسعة من تل أبيض أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم قرارا بإعدام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وقيادات إخوانية لإدانتهم في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا بقضية وادي النطرون. وأكدت المحكمة عقوبة الإعدام بحق خمسة آخرين من مسؤولي الإخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني ورئيس البرلمان المصري في عهد مرسي والقيادي المعروف عصام العريان. يشار إلى أنه يحق أو يحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن بالحكم أمام محكمة النقد أعلى محكمة مدنية مصرية هذا وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على مرسي وبديع بالإعدام شنقا على خيرة الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة على الدكتور يوسف القرضاوي في قضية عرفت إعلاميا باسم قضية التخابر الكبرى بالقطر المصري نشأت مارس عام 1928 قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر بيير كراهنبول أن عجز الوكالة للعام الحالي بلغ أكثر من 100 مليون دولار وأكد كراهنبول في مؤتمر صحفي عقده في عمان أن الوكالة ستبقى ملتزمة بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني وفي مخيمات اللجوء في الدول المستضيفة هذا ونفى كراهنبول ما يشاع عن نية الوكالة تسريح العاملين فيها موضحا أن الوكالة ولشح إمكاناتها ومواردها اعتمدت نظام التقاعد المبكر للعاملين فيها، وهو أمر سبق وإن طالب به عدد من العاملين، كما أكد أن الوكالة لن تقلل خدماتها للاجئين، إلا أنها ستقلص من مصاريفها دون المساس بالخدمات الأساسية. <applause> But I think um, I can at least if I can say it like this, I can assure you تواصل لجان حارات البلده القديمه في القدس المحتله تنفيذ اعمال الزينه والتنظيف في شوارع وحارات وازقه البلده المفضيه الى المسجد الاقصى استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم. المزيد من التفاصيل حول اجواء الزينه المميزه في القدس المحتله مع زينه صندوقة. استعدادا لشهر رمضان الكريم يواصل المقدسيون في القدس القديمة تنفيذ أعمال الزينة والتنظيف في حارات وأزقة البلدة المؤدية إلى المسجد الأقصى فهنا أحبال الزينة المضيئة وهناك فوانيس ومصابيح رمضان درجة العادة في جميع البلد القديمة أنه يقوموا بتزيين جميع الأحياء إيه والسبب في ذلك هو يعني إيه استقبال جميع الزوار من جميع أنحاء الوطن اللي قادمين على منطقة الأقصى. رغم محاولة قوات الاحتلال عرقلة نشاطهم إلا أنهم يتحدون الاحتلال ويصرون على إعادة الحياة لمدينتهم تأكيدا على تاريخها العربي وهويتها الاسلامية. رمضان شهر الرحمة وشهر الغفران وان شاء الله رب العالمين ربنا بعيده علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه بالخير وبالسعاده وبالاطمئنان وبتحرير الوطن وتراب الوطن والقدس هي عمليه تحضير وتجهيز للاحياء وللمداخل بوابات المسجد الاقصى بحيث انه احنا ننير البلد القديمه لما يجري القدس من عنصريه واحتلال وهجمه شرسه على المقدسيين حبا بالقدس والمسجد الاقصى المبارك يتطوعون في تزيينها باجمل حله لعلهم يدخلون البهجة إلى قلوب المقدسيين في الشهر الفضيل الذي ينعش الحياة في القدس المحتلة التي تعبت من ممارسات الاحتلال التهويدية من القدس المحتلة نبال فرسخ رؤيا اختتم صندوق الملك عبد الثاني للتنمية في الجامعة الأردنية فرع العقبة فعاليات مخيم الجنوب الرابع لصناعة الألعاب الإلكترونية ضمن نشاطات مختبر الألعاب الإلكترونية بمشاركة 120 طالبا وطالبة يمثلون كفة محافظات الجنوب ويهدف هذا المخيم الذي عقد بالتعاون مع شركة تطوير العقبة والجامعة الأردنية فرع العقبة إلى الترويج لصناعة الألعاب الإلكترونية في محافظات الجنوب وتدريب الطلبة على المهارات اللازمة تصميم هذه الالعاب وبرمجتها. كما اشتملت فعاليات المخيم وفق مديره دائره البرامج والمبادرات في الصندوق نور الحمود على اربعه محاور تدريبيه تضمنت محركات الالعاب التي تستخدم لتصميم الالعاب الثنائيه وثلاثيه الابعاد والبرامج المستخدمه لتطوير الالعاب ثنائيه الابعاد والتطبيقات ودوره مخصصه للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 12 و15 عاما بالاضافه الى مجموعه من البرامج المستخدمه لتصميم الشخصيات وتحريكها المخيم بيستهدف المهتمين من محافظات الجنوب بتطوير وصناعه الالعاب الالكترونيه وان شاء الله قريبا الصندوق راح ينفذ مختبر العاب في مدينه العقبه وبنتمنى من جميع المهتمين في في صناعه الالعاب الالكترونيه انهم يتواجدوا ويظلوا معنا على تواصل. استفدت من هاي الدوره اللي هي دوره لتصميم الالعاب وكيف تطويرها اللي هي برعايه صندوق الملك عبد الله. ساعد اضافت الي انه كيف اعمل العاب واطورها ان شاء الله راح اكمل بهذا المجال لقدام. تقدم رؤيا خلال شهر رمضان المبارك عددا من البرامج المنوعه التي تاخذ طابع الشهر الفضيل فما بين البرامج الدينيه مع برنامجي سليم وساعة محبه. تأتي مسابقه ست النكهات وبرنامج رؤيا او رؤيا في رمضان مع الشيف نضال. اضافه للعديد من المسابقات والبرامج الكوميديه ضمن برنامج كرفان في رمضان. برامج منوعة تقدمها رؤيا خلال الشهر الفضيل ما بين المطبخ والبرامج الدينية إلى برامج المسابقات والبرامج سكتشات الكوميدية هذا العام في الشهر الفضيل مجموعة جديدة من البرامج إضافة لمسلسلي أستاذ ورئيس قسم وألف ليلة وليلة وفقرة ساعة كوميديا التي تتميز بها رؤيا كل عام مطبخ رؤيا مع نبيل برنامج الطبخ الخاص في شهر رمضان يقدمه الشيف نضال البريحي وسيتضمن عدة فقرات متنوعة منها تقديم نصائح غذائية من أخصائية التغذية وبث تقارير رمضانية مميزة، بالإضافة لمسابقة في كل حلقة. ست النكهات منافسة طهي للنساء على مدار 30 حلقة، تتنافس فيها 32 متسابقة، سيتنافسن لمدة 16 حلقة، ليقل العدد من 32 إلى 16، ثم إلى 8، ثم إلى 4، وأخيراً الحلقة الأخيرة. حيث سيتنافس فيها متسابقتين فقط البرنامج من تقديم يزيد ابو الفيلات ولجنة التحكيم الشيف ديما حجاوي والشيف محمد لافي والشيف علي ابراهيم ساعة محبة يتناول البرنامج مجموعة من المفاهيم والمواضيع الاجتماعية والأخلاقية والروحية التي تلامس هموم الناس في ضوء الفكر الإسلامي المستنير وقيمه الروحية السامية يقدمه الدكتور عامر الحافي سليم حيث ينطلق مصطفى العيدروس في برنامجه الرمضاني سليم بحثا في القلب عن عجائبه التشريحية الطبية والروحانية التي حيرت الفلاسفة والأطباء والعلماء ترضاها برنامج اجتماعي ثقافي يتناول قضية معينة ومحاولة تطبيقها في الشارع لرؤية تجارب الناس مع هذه القضية يهم ملالي برنامج كوميديا سوداء يعتمد على النقد الاجتماعي الجاد بأسلوب كوميدي درامي سواليف رمضان فقرة اجتماعية سياسية كوميدية يقدمها بشكل ساخر الكاتب أحمد حسن الزعبي تأخذ مسابقة تفاعلية من قلب الشارع الأردني تحتوي على خمس فقرات متنوعة وجوائز نقدية هلوسات الشخصية الرئيسية هي مواطن أردني أصيل يعرض علينا التحديات والمشاكل والأحلام الأردنية هذه البرامج كاملة ستكون ضمن برنامج كرفان في رمضان الذي يعرض مع موعد الإفطار